مريت بخوت كيف بقيتو مزيان لاباس عليكم كنتمنى لكم كاملين تكونوا على خير وعلى خير. المهم اليوم عندي لكم واحد الفيديو جديد والفيديو هذا غادي نوريكم كيفاش غادي نقطعوا الخروف ديالنا بواحد الطريقه اللي هي احترافيه وزوينه، يعني طريقه ما غاديش نقول سهله وانما طريقه احترافيه بالنسبه للناس اللي داخل الدومين ولا بالنسبه للناس اللي باغيين يتعلموا كيفاش يقطعوا الحوالي بالعين. المهم نخليكم مع الفيديو باش ما نطولش عليكم، نوريكم الطريقه ديال التقطاع الصحيحه. السكين ديالنا اللي كيكون كبير على هذا الشكل هذا كنبداو نقوم الحوالي ديالنا كنشقوا بهذه الطريقة هذه بهذه الطريقة كنجيبو مقعد هذا الكتف ديالنا على هذه المنطقة هذه هنا باينة هذو هما الكتوفة نحطوهم بحال هكا من بعد تناخذو الكوبلات ديالنا اللي هو هذا كناخذو هنايا حنا كنوريكم الطريقة اللي احترافية ماشي الطريقة ديال المنشار نقبضو المنشار نبقاو غير نقطعو المنشار راه ساهل كلشي قطع يعني خص الإنسان يخدم شوية ديه كيفاش يقطع كيفاش يشق يعني اليوم أنا خدمتي المنشار بعد الوقت راه كطع فشي موقف مايمكنش تخدم فيه المنشار يعني إذا جا شي واحد بغاش يمس الحبة راه خصك تشقلو عليها جوج ماشي نقبضو الحبة نعطيوه طاق 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 بلا ما نشقو يعني ضروري خص الحبة يتشق هادي أول نقطة. والكوتليت ديالنا كنضربو بواحد الطريقة اللي هي هادي اللي قليل اللي كيخدمها يعني دابا مبقا حتى واحد تيخدم مقدا أكثرية الناس كيخدمو غير المنشار جاب الدور المنشار الدور راه ساهل ولكن هادشي راه صعيب يعني هادشي صعيب الإنسان باش يقطع بيدي يعني يقصدو أما المنشار تالي بالنسبة للمنشار تالي ما كيعرفش يقطع بيه هادي هي الطريقة ديال الكوتلة شو الكوتلة كي كيجي ما فيه حتى شي شي معنى تيجي مزيان لأن الضربة ديال المنشار كتخلي فيه الضربة ديال المنشار كتخلي فيه واحد شوية ديال ديال الضو داك الضو مي كيدوز بجد كيبقى واحد شوية هنا هداك الماء ديال العظم وداك الشيء كنفضلو نضربو بالمقطع يجي احسن
اما الصراحه الكتله تيجي بهذه الطريقه هذه كيجي طريقه واعره يجي كتله واعره كيبقاوش الفراتة ديال العظام قليل الناس اللي غتلقى كيضرب الكوتلات بهاد بدل المقدة لأن كلش ولا كيعتمد على الطريقة الجديدة اللي هي المنشار واللي كانت الطريقة ديال المنشار كانت بالنسبة لينا حنا تنفضلو هاد الطريقة هادي لأن طريقة صحية والإنسان معندو منا شي خاف يعني العظام مكيبقاش في لأن الغني كيكون في تيب ماشي بحال بكري عظام وقاصة اما الفخار يعني كاين ثلاثه د لابارتي اللي كاينين في الحولي كاين الفخار اللي كاين في الوسط الكوتلات كاين تحت الطبق ديال الدين هادو هما اللي كاينين في هادشي اللي كاين في الحولي كامل هادو موليهم طالبهم لنا سلسلوهم غادي ندوزو فيهم هادو هما الفخاد ديالنا المهم بعد هادو الفخاد كنديرهم بروشيط وهذا فخاد حتى اخر تاهو تيبدا بروشيط اما بالنسبه لهاد المليجات هادو كنقطعوهم وكاين اللي كيبغي يدير هاد العظيمات هادو مروسيه هادو تنضربوهم بالضوء من الاحسن نضربوهم بالنشاط ديال الضوء Thank you.
لينا الطوابق. انا بغيت الطابق تضربو وتخلي صحيح تضربو هاد الباس وتسكت وتخلي صحيح. هذا كتف نضربه بالمنشار وضع نضرب لما ديالنا ما يمكنش نضربوها بالمقد لان في واحد العضله هنا غيتفرتت. المهم نضربوها بالمنشار ديالنا كيصبح على هذا الشكل. هذا هو التقطاع ديال الحولي ديالنا، يعني بواحد الطريقه اللي زوينه، طريقه كيف نقولوا طريقة صحية ماشي الطريقة ديال المنشار، لأن المنشار ديال الضو يعني ساهل باش تربيو، يعني هادشي صعيب. يعني أنا كنوجه واحد الرسالة يعني للدراري ولا الناس اللي كتعلم هاد الصناعة، يعني يبداو من هادشي، يعني هادي هي البداية. باش أما المنشار راه ساهل، لأن الإنسان كيجي كيخدم واحد شوية كيحسب لي يضرب المنشار صافي طاطا، يعني صافي راه تعلم. ولكن الأساس هو هذا، هذا هو لاباز. من بعد ما تعلم هادشي يعني يمكن لك ديك الساعه تقطع باش ما كنت كتبقى حر، باش ما عادش لك تقطع يا منشار يا مقدم تاع حر. ولكن اغلبيه ديال الشباب اللي في الدومين دابا تقول له قطع بالمقدم ما غاديش يعرف شنو يقطع، تقول له شق الحولي على جوج ما غاديش يعرف يشق الحولي على جوج. والاساس ديال هذا الشيء ضروري خص يكون عندك هذا الشيء، لان واحد النهار غير كنت كتقبض الحولي كتقطعه كتبيعه في المحل، واحد النهار غيجي عندك كليان غيقول لك انا باغي حولي مثلا غادي نشويه ولا مقسوم على جوج، راه خصك تعرف تقسمه له. لان الاغلبيه ديال الناس انا فاش دخلت اليوتيوب شفت كيفاش كيقطعوا الحولي، كيقبضوا كيبداو يقطعوا هكا يحطوا في الارض يبداو يضربوا يضربوا، ما يمكنش. فهمتي هذاك الشيء راه ساهل، اي واحد يقطع مرا في الدار تقطع داك الشيء. يعني باش تقطع خصك تشق الحولي وخصك تمشي معاه ضربه بضربه. من تعلم هذا الشيء وتحس براسك عارف هذا الشيء، يعني ديك الساعات انت كيبقى لك اختيار كيفاش تخدم، يعني اختار تخدم بالطريقه اللي بغيتي. واللي ضروري هذا الشيء يكون عندك، لان هذا هو لاباز ديال الصناعه، هذا هو الاول، وعاد باش يجي الشيء الاخر. هادشي اللي كاين، وكنتمنى يعجبكم الفيديو، وما تنساش اللي يعجبو الفيديو ويشترك معنا في القناة ويخلي شي كومنتار زوين، واللي بغى شي حاجة يعني شي استفاد شي معلومة ولا شي حاجة خليها لي في الكومنتار. وكنشكركم كاملين وتحياتي لكم وشكرا، وتهلاو فراسكم.